كل شيء تسوينه بكيفك. شو اللي يمنع لو اسوي شيء واحد بكيفي وابيه؟ قاصه نفسك وناسي ان الواقع مو بكيفك. الحين شاحه بتخلي كل البنات وبتوظفني انا؟ اي كاهي وظفتني. ما عجبتني قعدتك بالصاله مع رفيجه اختك. نور انا احس نفسي بسجن، لا تاكل كذي، لا تشرب كذي، لا تقعد هني، يومك كذي راح يمشي. انت تبي تهدم اسمي وسمعتي؟ مليون مقابل عمري اللي ضاع ولا شيء، سواء معك ولا فاروق. بالسجن. وقفني على كذا. تحجيت ولا تحجيت؟ دق على الحين. ناصر انا ما بيك. معقولة مستعد تذبحها عشانه؟ انا لو بذبح راسل تشجع وتزوجني، ليه ما تخاف منه؟ بس انا ما اطمنت لحين. انت شلون تتصرف كذي من وراي؟ الصور والاوراق اذا دزيته بجروب واتساب واحد بينتشر بالديره باقل من ساعه. من وين يجيب لك مليون دينار؟ ابوك؟ انور وتبي ناخذ من حلال عيال اخوي؟